أنا أرحب بضيفتي من القاهرة الدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع في جامعة الزقازيق، ومن لندن عبر خدمة سكايب الخبيرة التربوية والنفسية دينا فايز. أهلا بكما. أبدأ معك دكتورة هدى، سأبدأ بالأسرة العاقلة ربما الرصينة المتزنة التي هي بعيدة تماما عن العنف الأسري، كيف تؤثر عليها حالات التباعد الاجتماعي يا دكتورة هدى بين الزوج والزوجة والأبناء؟ لازم نعترف أنه ما قبل كورونا كان لدينا مشكلات حقيقية داخل الكيان الأسري، فلا ندعي أن كورونا جاء ليضعنا في مشكلة. بالعكس، أنا أرى أن كورونا هذا القبيح أزاح الستار بقسوة عن جمال لم نكن نحسه في أنفسنا وفي بيوتنا التي كنا نتعامل معها كأماكن للنوم ونمارس فيها الحد الأدنى من التواصل الإنساني. يعني كنا بنقرب من بعض داخل بيوتنا فيزيقيا، لكن ما كناش بنقترب اجتماعيا. أين هذا الجمال يا دكتورة هدى؟ يعني إذا كان حالات الطلاق زادت، أيوة، إذا كانت العنف حالات العنف الأسري في ازدياد، هقول لحضرتك يعني الفيسبوك ليس دائما كاشفا لواقع حقيقي بقدر ما هو هذا الوباء أدار رؤوسنا مضطرين لنعالج أمورا تجاهلناها سابقا. يعني كنا نذهب إلى بيوتنا باعتبارها هاوس مش هوم، كنا نذهب إلى بيوتنا للنوم ونعامل بعضنا بعضا في الحد الأدنى وندير رؤوسنا وثقتنا وعلاقتنا إلى خارج الجدران، وأتى ظرف وضعنا داخل الجدران. وعايزة أضرب لك مثال، يعني أرجو أنك تكون شفته في فيلم مصري قديم كان بيمثل فيه عماد حمدي ومديحة يسري اسمه حياة أو موت طبعا. وفي هذا الفيلم طبعا فيه كلمة مشهورة بتقول الدواء فيه سم قاتل إلى المواطن أحمد إبراهيم. أيوة، فكانت طفلة ابنة أحمد إبراهيم في أسرة مفككة، والزوجة خرجت من البيت لتطلق، وفجأة أصيب الزوج بمغص وذهبت الطفلة لشراء الدواء، فالصيدلي وضع دواء مخالفا سيقتل أحمد إبراهيم دون قصد. وبدأت هنا بقى حصل تصالح اجتماعي، وتصالحت مؤسسات الدولة مع المجتمع. يعني ظهر رجل البوليس وهو يذهب إلى الميكروفون في الإذاعة طبعا، والجميع حاول الوصول إليه بشتى الطرق، وفي لكن النهاية هذا كان في الدراما. دعني أقول لك في النهاية تفضل. أيوة، لا أنا عايز أقول لك حاجة، في النهاية أتى هذا السم القاتل ليعيد العلاقة الزوجية إلى جمالها. فهنا هو طيب بينبه، أي أنك يعني ترغبين يا دكتورة هدى في القول أن هذه الجائحة الفيروس ربما أعادت الرجال إلى بيوتهم وأعادت الأسرة إلى طبيعتها في الالتئام؟ هل هذا ما وإلى الجيران كمان. أنا الجيران لم أكن أعرفهم في العمارة التي أسكنها، فبدأوا يتصلون بي تليفونيا هل يمكن أن نتقابل، لأنه صار هناك وقت يسمح لهم بالتعرف على أشياء جميلة كانوا يديرون ظهورهم ليها. طيب، فالبداية صحيح تبدو قاسية. طيب أنا دعيني أستطلع ثقافة أخرى غير هذه الثقافة العربية أو في بلداننا العربية، الثقافة اللندنية. سيدة دينا من لندن، أنت خبيرة في هذه المجالات، هل الأمر انعكس هذه الدرجة من حالات التباعد الاجتماعي تأثرت إيجابا أم سلبا على الأسرة الإنجليزية أو اللندنية؟ طبعا مساء الخير عليكم جميعا. بحب أخبرك أنه أكيد الفيروس كورونا كان له أثار سلبية وكان أكيد له أثار إيجابية. طبعا خلينا نكون إيجابيين بالأول، أنه أنا بحب أكون يعني دائما إيجابية. الإيجابية في الموضوع أنه أكيد صار في اهتمام أكثر من الأب لا اللي اللي بتدور في البيت. يعني مثلا صار عنده علم بالأشياء اللي بتحصل في البيت، زي موضوع مثلا دراسة الأولاد،
زي موضوع يعني التدقيق على كل شيء كبير وصغير في البيت. طيب هل هذا من باب الاهتمام أم من باب الصدمة؟ يعني الرجال ربما لم يكن يعرفون عن بيوتهم الكثير، ربما لا يعرف الكثير عن أولادي أو حتى عن مجريات الأمور داخل المنزل، الآن تعلمها وبالإجبار يا سيدة دينا. دائما قلت لك إنه الموضوع في البداية هو موضوع على أساس أنا بدي أحكي من ناحية إيجابية، الناحية إيجابية إنه خلى في تقارب أكيد ما بين الأب والأولاد أولاً وبعدين الأم طبعاً، وخلاه في اهتمام على أساس إنه يقضوا وقت أكثر وأطول مع بعض، كون إنه طبعاً هم في حجر منزلي، فلازم إنه صار نوع من التعارف بين الأب والزوجة والأولاد. يعني كان بالأول الزوج ممكن مثلاً يؤدي ساعات طويلة في العمل، مجبر طبعاً بالنهاية يرجع للبيت لأنه لازم يستمع للزوج ويستمع للأولاد ولازم يعني. طيب هناك نوعان هنا من الرجال يا سيدة دينا، نوع بقي في البيت في المنزل مع زوجته أو مع أسرته، ونوع آخر يذهب إلى العمل إذا كان ضروريا ولا يستطيع البقاء في البيوت في المنزل ثم يعود إليهم في المساء مثلا. كيف هو الحال ما بين النوعين من الرجال هنا، درجة التباعد الاجتماعي؟ وايضا ساكون متفائلا ودرجه الاهتمام معك. طبعا هو في تباعد اجتماعي حيصير في الرجل اللي متواجد طول الوقت 24 ساعه في البيت، هذا حيسبب تباعد اجتماعي مؤكد، لانه حيصير في وانت هلا خليتني اجباري اني يصير سلبيه، حيصير في مشاكل، حيصير في تفكير، حيصير في ملل وضجر، وخصوصا انه كلهم موجودين في بيت، ممكن يكون في شقه او ممكن في مثلا بيت لهم جاردن، مثلا احنا في هنا هون في بريطانيا في بعض البيوت لهم جنينه وفي بعض البيوت طبعا شقق، فلذلك في حيصير في ضجر، حيصير في ملل، حيكون في تأثير الأب، حيتحول من الأب اللي كان مبسوط في البداية أنه موجود مع الأطفال ومع الزوجة إلى الأب اللي بدأ يظهر علامات الملل وعلامات اللي هو الضجر، فهذا أكيد مؤكد حيصير. أوكي، لكن في الرجل اللي ما زال يذهب زي الدكتور وزي اللي احنا نسميهم السوشيال وركرز او الكي وركرز، فاكيد حيبقى عايز يعني بيبقى بده يرجع على البيت، هي وانت يعني انه يرجع على البيت يقضي وقت مع عائلته لانه بيبقى متشوق لهم، لكن الظروف مضطر انه يساعد العائله وانه ما فيه مثلا انه ما يشتغل، لانه هلا الوضع الحالي هلا كل عائله كل بيت الوضع الحالي ما في ماده، ما في الوضع جدا سيء، فهذا كمان حيأثر أكثر على الزوج وحيأثر أكثر على العلاقات الزوجية ما بين الزوج والزوجة، لأنه متطلبات الحياة الأساسية الرئيسية ما لها متواجدة، ففي طيب. أكيد حيصير في يعني الإحصاء. والله يا أستاذة دينا يعني أنا بطبعي متفائل لكن أحاول الاتزان ما بين الحالتين التفاؤل والتشاؤم. دكتورة هدى، ما يقارب من 3 مليار نسمة في البيوت الآن خوفا من هذه الجائحة ومن تفشي الفيروس، هل تصمد الرجال أم ربما تنفجر الأوضاع في البيوت؟ لا، أنا أفكرك بحاجة تقليدية قديمة، كانت النساء لما كان البيت مملكتها ولم تكن تخرج لمهنة أو عمل، يعني إحنا دلوقتي لقينا إنه النساء جمعت أدوارا مهنية إلى جانب الأدوار الأسرية، وده عمل للنساء حالة صعبة لأنه بقى في صراع أدوار، ما نسميه في علم الاجتماع رول كونفليكت، لأنه أصبحت محتاجة إلى 48 ساعة في الـ 24 ساعة. صح. فهنا لكن قديما بقى اللي هي الثقافة القديمة كانت تقول النساء في الريف المصري جنازة بالطار ولا قعدة راجل في الدار، ده مثل شعبي إن هي لا تحب أن يبقى الرجل في الدار ليراقبها، فكان حتى إذا كانت لا تحب تخشى. الأمر الآن به إجبار، هناك حظر، هناك إجراءات احترازية ووقائية، ليس خيارا الأمر. أيوة، لكن هنا بقى في اللحظة دي إحنا مضطرين نقعد بقى نناقش مع بعض بدل ما ندي ظهرنا لبعض ونتواجد فيزيقيا مع بعض، لا نتواجد فعليا ونسأل نفسنا. دايما الناس يسألوني لماذا النساء نكديات، يعني يمارسن النكد، الحقيقة ما خدوش بالهم انه الرجال ايضا يمارسون النكد، فهو آلية دفاع عن النفس. آن الأوان بقى
إنه هذا الفيروس وهذه الجائحة تعيدنا إلى النظر من جديد في جمال علاقتنا الحقيقي بدلا من أن تشغلنا الأشياء الزائفة. يعني طيب. محتاجين نعيد النظر. وهنا أنا أول مرة أسمع والله يا دكتورة مسألة السيدات نكديات دي، ده موضوع جديد. لكن يعني أستاذة دينا سأعود لك يا دكتور، الأغنية اللي كانوا بيقولوها بكرة النكد في أغنية كانت بتقول بكرة النكد بكرة. طيب أستاذة دينا يعني نفس السؤال ربما. طيب اتفضل. كانت تمارس ميكانيزم الدفاع، ميكانيزم الدفاع عن نفسها بأن تخترع مواقفا تكلف الرجل أن يعتذر. دي المسألة القديمة يعني في عمق العلاقات الزوجية القديمة. الرجال يعتذرون الآن ربما كل دقيقة. سيدة دينا أيوة يعني أيوة نصف سكان الأرض أكثر عنفا، نصف سكان الأرض الآن أيوة. يقبعون في منازله. تأثيرات هذه الحالة أيوة. يا أستاذة دينا على المستقبل الأسري وربما على زيادات الإنفاق إن صحت الكلمة، لأنه أي أسرة إذا كان عائلها موجود يطلب منه كثير من الأمور المادية في المقام الأول، أليس كذلك؟ صحيح. ما أنا مثل ما ذكرت الموضوع المادي هو حيكون الموضوع الرئيسي لحالات الطلاق أو المشاكل اللي رح إمتى؟ بعد موضوع قد إيه من المدة يا أستاذة دين؟ هو ممكن بعد أسبوع بعد أسبوعين يعني أنت أسبوع. طبعا كله شخص وحسب وضعه المادي، لكن أنا ممكن أحكي عن لنقصد مثلا العائلة العربية ونقارنة بالعائلات الإنجليزية. العائلات الإنجليزية هنا في بريطانيا يعني في ناس في عائلات عندهم مثلا قدرة أنهم يعني يعيشوا على فترة معينة على الراتب العادي والرجل والمرأة يتحملون أكيد، لكن في العائلات العربية المشكلة جدا جدا كبيرة. وفي في طبعا عائلات أنا سمعت عن عائلات كثيرة بتقول إنه يعني كيف حيعيشوا على 30 جنيه مصري لنقصد مثلا في الأسبوع. يعني الوضع تدهور جدا جدا، وهذا حيأثر مش بس على رجل البيت، حيأثر على الزوجة، حيأثر على الأولاد لأنه طلبات الزوجة. وأنا على فكرة ما بحب موضوع اللي الزوجة تسمى بأنها نكدية. الزوجة ليست نكدية، بينما الزوجة عليها خلي بالك دكتورة هدى دكتورة هدى لديها الوقائع، لديها المستندات على هذا الأمر. لا أنا بقول لها عليها ضغط جدا كبير في تأمين شؤون المنزلية، في تأمين شؤون الأطفال، في تأمين حتى إذا كانت تعمل مثلا أكيد هذا حيسبب عليها ضغط نفسي كبير. يعني لما تيجي بدها تشكي لزوجها مش معنى إنها نكدية، معنى إنها بدها حدا طيب. يسمع لها سأكون إيجابيا كما طلبت أنت في بداية الحديث، وهناك نقاش حوار مجتمعي. دكتورة هدى هذه النقاشات إذا كانت في الأسرة السليمة التي هي بعيدة عن درجات العنف الأسري ربما تقود الأمور إلى درجة هدوء واستقرار واتفاق في نهاية المطاف، أما مع الأسرة الأخرى التي بها العنف الأسري كيف تؤدي هذه النقاشات، جلسة هذا الرجل في البيت لأي درجة تؤدي من حالات الطلاق أو ربما التباعد الاجتماعي وليس فقط من الكورونا ولكن من بعضهم البعض في للأسف. ليا دراسة اسمها التكلفة الاجتماعية للطلاق. في الدراسة دي اكتشفنا انه هنا هنحط النموذجين اللي حضرتك قلتهم الإيجابي والسلبي كلاهما على أرضية اجتماعية. المجتمع المصري ساب نسائه يتعلموا ويخرجوا للعمل والمهنة، لكنه اشترط عليهم في الثقافة السائدة أن تظل المرأة محتفظة بكل الأدوار التقليدية، يعني تبقى طباخة ماهرة وأم تقوم بالتربية وكل التفاصيل. أدى هذا إلى صدام داخلي لم يعلن عنه كثيرا، وهو إيه؟ ما هو مفهوم الرجولة الآن؟ ده أصبح مفهوم بروبلماتيك داخل في أزمة. يعني كيف كانوا زمان يقولوا تعبير سهل كده، الراجل عيبه جيبه، to be a man is to have a job، وخلصنا. طبعا. دلوقتي بقى الله طب ما المرأة كمان تحصل على دخل. فما احنا محتاجين إعادة نظر جديدة في وخصوصا المجتمع المصري بالذات تعامل مع النساء بقسوة شديدة، وبمنطق برضو المثل الشعبي المرأة المصرية في الحزن مدعية والفرح منسية.
يعني ايه لما تيجي ازمه هاتوا النساء عشان يحلوا معانا المشكله. لما تتحل المشكله الله انتوا بتجمعوا ما بين المهنه والبيت، ادفعوا الفاتوره الى اخره، وده اللي ادى زي ما بقول لحضرتك. طيب استاذه دينا، سانتقل بالنقاش معكما الى نقطه اخرى، مساله الضغط النفسي جراء التعامل مع الفيروس، هذه الاجراءات الوقائيه او الاحترازيه التي تباعد تماما الناس من جراء الإصابة. طارة نقول أنه الفيروس، طارة جائحة، طارة وباء، طارة العدو القاتل الخفي المدمر، هذه المصطلحات التي ربما تأتي في وسائل الإعلام أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، لأي درجة تشكل ضغطا نفسيا هائلا على هذه الأسرة سواء في البلدان العربية أو حتى في بريطانيا أو في غيرها من الدول؟ طبعا ليها ضغط تأثير سلبي جدا جدا كبير، خصوصا لأنه داخلين في ما يسمى بالمجهول. يعني أنت حضرتك يعني عندك وضع استثنائي، داخل في فترة مجهولة، ما تعرف أنه شو ممكن يصير إذا كان ليك ولا لعيلتك ولا لأولادك ولا لأهلك. فأنت عايش فعلا دائما في خوف أكيد، وخوف من المجهول. فلذلك هذا حيأثر بشكل كبير على الأطفال قبل الكبار. ولذلك أنا دائما يعني بدعي للأهالي أنه يحاولوا ما يدخلوا الأولاد كثير في موضوع الفيروس. طبعا يعطيهم يعني يعطون شوية توعية، يعني يسلمون في الموضوع، يعطوهم توعية بالإجراءات اللي هي أنه اتباع الأساليب المحافظة على النفس من ناحية غسل اليدين وكذا وكذا، لكن بنفس الوقت انه يعني يعطوهم احساس بانه ان شاء الله الامور حتتحسن والوضع حيبقى احسن. ولازم الزوج والزوجه مهم جدا انه ما يحكوا في هذا الموضوع قدام الاطفال. يعني انا متاكده طبعا في السوشيال ميديا والفيسبوك وما خالف ذلك، يعني هذا كله. طيب خلي دكتوره هدى تحاول الاجابه على هذه النقطه، هل سهل يا دكتوره الاب والام يبعدوا الاطفال او الاولاد من النقاش سواء عن الفيروس او عن غيره من الامور؟ وهذا الضغط النفسي اللي ناقشته مع استاذه دينا، لاي درجه سافعل بالرجال، يعني الى درجه من درجات الاكتئاب ام ربما الالتئام في تفاصيل الاسره المصريه والعربيه والعالميه كذا؟ انا اشكرك بشده على هذا السؤال، لانه هو اللي يهمنا، انه من الذي يدفع فاتوره الصراع الاسري. احنا يعني نعلم ان الكبار يستطيعون تحمل مسؤولياتهم، الزوج وزوجه، لكن الاطفال كتير قوي بيستخدمون من الطرفين الاب والام في ساحه للصراع بينهم. يعني احدهم يحاول جذب الاطفال في اتجاهه او التعامل بقسوه مع الاطفال الى اخره. فالاطفال في اللحظه دي، وده اللي بيخلينا كتير نلجا في منظمات اليونيسيف والحديث عن انه كتير قوي نسمع كلمه ابني وانا حر فيه او بنتي وانا حره فيها. هذه تعبيرات لا انسانيه، يعني المفروض انه هذا الابن او هذه الابنه دي اجيال جايه لمجتمع، والمجتمع اسلم الاسره باكج كده، اداها حقيبه التربيه والرعايه لهؤلاء الاطفال، مش معتمدا على الحب الفطري الطبيعي اللي هو بين الاب والام والاطفال فقط. تمام. وانما على حقوق انسانيه لهؤلاء الاطفال. فاذا جار الاب او الام على الابناء اثناء عمليه الصراع دون وعي، لانه ليس معنى ان يكون الاب ابا بالمعنى البيولوجي طبعاً، او اما بالمعنى البيولوجي. طيب. انهم يصلحوا اباء وامهات بالمعنى الاجتماعي. اقل من دقيقه اقل من دقيقه مع استاذه دينا. يعني اريد منك كبسوله للنجاه من هذه الايام، الفيروس سيعبر ان شاء الله وتزول هذه الجائحه من الدنيا، لكن كيف يمكن الاستفاده بهذه الايام من الرجال ومن الاسره كي يكون النتاج منهم من الأطفال سليم صحي وعقلي؟ كيف؟ مهم جدا أن يكون نوع من الconversation، يعني أنه التواصل النقاش ما بين الزوج والزوجة والأولاد مهم جدا. مهم جدا كمان أنه كل واحد أو كل فرد من الأسرة أنه يعبر على اللي عم بيصير في داخله من خوف من قلق.
لأنه هذا بيعطي مجال للآخرين أنه يحكوا في نفس الموضوع. ومهم جدا أيضا أنه الأهل يعني يسمعوا لأولادهم بحيث أنه يعطوهم مجال أنه يكون في نضج فكري وجسدي وعقلي، مو بس يعني أنه يكونوا في مشاحنات دائمة ما بين الأب والأم زي ما الدكتورة خبرتنا. فهذا شيء أساسي بعتقد، وهذا لأنه الواجب يعني من كل أسرة أنه ينفذوه، لأنه بدنا بالنهاية الصبر، الصبر لغاية ما هالفترة تزول، وبإذن الله إن شاء الله حتزول. شكرا جزيلا دينا فايز الخبيرة التربوية عبر خدمة سكايب من لندن. شكرا جزيلا، وشكرا أيضا للدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع في جامعة الزقازيق. شكرا جزيلا ضيفتي على شاشة الغد.